محايالي منافقة نغريسة مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. حق نواجهتا أنت نواجهتا شبابك نواجهتا بس شعبك ضدك وديناك وضحرينا إلى واكمتا سورة قل مهمك وإن أبنع بحدا وحد بحيسا قلبة دفاع عن نفطة بيمال كاي إيه الكاي يضب بحيسا وفق مالينا ودمنا يا مالينا بعد ما مايو قف ربا لما تيارك قف ربا جار لما يسيارك مرهم بو دمنا يا ماشا تكون دمنا قورتا دمنا كل واقعين مكتوب عند الله هو ساعد لقوق رنا ساعدك وقود درسوا يميس أديقوا النفطة بدبادين أيوه oo deegaankaaga ee dalkaaga dadkaaga aad ka difaacanayso kuwa ku soo xad gudbaayo inaad dhimataa ku roon waxaa laga dhawaajiyey duruuf badanaa laga dhawaajiyey duruuftaas hoosaan u fiirinaynaa wixii aan ka qaban karna haddii ilaah iraado waa ka qabanaynaa ceelka dow halaysan yahay oo u baahan yahay ama matoor ama diini ama u baahan yahay waa loo iibinayaa wuxuu waa ka qabina هدي عيال هدا اسبوع هدا لقضاء وياي حبا يا الا بعد قوم ما يقول كقد ما ما حبا يا مرهيقة ما قعنتا وحصيد وبهية وحن كلام ربنا هدي لا يرادو وح الله يوح عن إذا لقى بكر وحن أغن من ذي أن أغن من ذي ماشي عن حكومة هنا أذا كائن يا ماشي عن دجنين أنا ما هو نصعنا ندين مني أو سعد وربنا قتيد كل جرني وحي هذي إن هذيري هذي سكت دين هيرو مسك قارينا عد عدا اللحي إن نكون عيش واجع لاي عد عدا عدا اللحي وحيوب بعنتا رجل بعنتا شباب إن الله جاهي لنا حلوق حوله إن نقع أو نكوف صد أو ندلو ولو كان كاين لحم حق رأي الجيل كصجر وإذا ضره وإذا ضره ما كان بابور هالكاسن يجوجيان أنا بيران لبن سوت جيا سوت جا هو سوت جي هذي سوت جي أنا ذوق حاجة كتير مثلا بعيد أنا جو حنا هاي تعرف إن تينا اللي سوت جي قال بعيد وحن خود اللي يري مساج يسوع حن مساج كسمين يري وحن مساج كسمين يري وحن مساج كتن على برا مساج كدي سين يري تذكر سيغانا وصومالي وولاد وأهل لكن ديجان ديجان يكلي أنا يقول ما يقال دائما دار أقول لك حاجة عزوج جيران له إنما دارنا لنا ذات كذا يقول سكوا مركا يا وركي نكوبدن يا وركي نكوبدن فرصة وحد جيد الكل يقول نفتح كبد الشو ما دام تلي شيء نرجلان قدوم قبل كان نرجلو آن مرال يهلنو آن لغاغر لغاغي أود هل كلام كترن من آنو دلان دل كان أو لجسر حويل مالك لأنه حولهن أنا بعض لا من كين نمت دور ربك وتر تور ربك تور ربك يا له أو وير أفر ساعة وحبا لبرا أو وير هذا تاس وهاك هاللي تليها من نجمة من الجود وهوير من نكرجع من وهو يمشي من وحق إنه بنت لكن تليها أيضا كنقطة ومها سيء هي أجان وقت الجيفي وأجان وقت الجيفا إن ذلك لقى حرية قواري تدرت هذا وأم جيفا أسمعكم ما هسني هاي وها أيضا ما أنت راح على هالباب مكرمه هذا اللي هي عيد إنك جوي إلا أبي بولي مع وسلي يقدم إيه قبل كبنان ترى أنا دوق مقارنة إيه مقدسة هي أقاسم يا شيسي يقدم إيه يا شيسي دقمويك أي من هو الركان مركا وهاوية مهوينها لرنكا مدان الدكتور حسن الشيخ محمود أيها هرطة كل عرطي أنباء سوي جيدية يسوه لابد بلوك جوغين وأريد تلالة درو لغانا حرية دلك يردواتا لأنت أسكوها عيان شان يتون سنة وحكا بلاني مركا آقو نوفنا واصفي ستين آقو نفيس وبجرا مركا إن لغي هرو يدو مدهوين يجوغي مغارة انت لازكير راح يستو مكيف كاغا لابورنا الغوص جرو سلانتا انا الاسكاك جيتا الاسكلا قصدو طوا حران بركا وحان لين هاي عيد الله على عيدي امبا مسؤولي امبا عيد كلا ايه وحان لين هرت هالي بادا اقا غيري دونا واحد
شباب كرو هاواي علماء سينو شيغا ودوكتي قفكي ديشانه اجر اي هليسا قفكو دينا اهل الجنه واي قفكي داو انتر اجر اوصل marka intaas idin ku xog waxa loo baahan yahay in dalkeena iyo dadkeena diintiin gumaysi iyo heeriyada saaran laga qaado in la soo jeedo habeenkii maalinkii la socdo nin aan u dhalan dalkan oo laga salaax weeyo meel kale inuu xoolihiinana baado islaamankiina mid dhow rabo ka wato tabarro ka yeelo caawa uu yeero afar saac waxba la bara uu yiraahdo taas وهكا هاللي تليها ان دغمدا رول غود و هو غير ان نكا رغا ان ها واي دمشو ان وا حق انو دنت لكن انو كو نولادو غوميسي حق ما وا صح قالو باين هي افتا الهي يا دي سبران كو شيغدا جا جار ولا يستخرون ساعه ولا يستخدمون عقل بواحد من انت ماشي فروتي ما راح اهاتو وفي marka intaas in aan ka dhimanno ka dagaalano iska celinay cadawgaas la leeyahay banaanka ma u fadhidi haa hada duma hasantiin laakin haa ma wada dhinno gobol ahaan u jeeday wili aan waa idin kugu celinayaa meeshaan ma u soo fadhiisateen cadawga qawaarita ah oo gumaysiga dadkiina iyo dalkiina iyo diintiina ku haaye inaad la jahaadiin oo iska dhicisiin geeridu waa xaq انت مو في دي ماشي هذه هذا دوم حسنتين وحال اذا كربا انت اصول لسين لما لاري انت اصول بني يرد اذا لمد هو تكاينين وساحب يالكين هو بقايو واغا قريب هريسيهين انبا ايغو هوغا ان بقدين تقول جرتا انا هل بحال او يرو ساحب كيه يرا وركالي وحان واسك علينا انه او يرا هذا انا لين كابا هاي هاي هذه هذا دوم حسنتين وحانا نوع بلان اه inaan cadawga qawaarijta ah oo dalkan iyo dadkan iyo diinta ay ku soo duulay aan iska kicinno aadi aad aan u mahadsantiin si aadi aad sharaf lahaadna hortayda uga muuqatiin laakiin intaan ka sii badanaan ka jeclahay laakiin biryaan ugu maad doonaa insha Allah adigu ilaahay yidhaah mudane gudoomiye marka aan hor u galo soo dhawow maalmahan muddo laga jooga adiga muddo 13-14 maalmood ah waxaan joognay deegaanadan oo aan ka wadnay wuxuu ahaay howlihii aad noo idmatay oo maaragtay ay sheeg bulshadan kala duwan aan xaaladaheeda iyo dagaaladii ka dhacay deegaanka Nuurdugle weey ka dambeeyeen deegaanadan deegaankan wuxuu ahaay deegaan Ruunigood qayb ka mid ah deegaanadeeda ayaan waxaan rab ka sameeyney wuxuu ahaay aan si loo abaabulo bulshadan iyo midnimo badan oo dhex yiilay si loo helo wuxuu ahaay midnimo iyo wax wada qabsi ee la isaga qaado aan musiibada wadanka ku habsatay oo cadawga ah si la isku dadku isku aragti ma ahayn hadda 185 deegaanada oo isku dhow yihiin waxay u baahan yihiin dadkan muxuu ahaay sheeg in la abaabulo la dhaxgalo waxyaalo yar yar ah oo lagu kala maqan yahay laftirkooda way isku jiraan qaybna waa dhameen qaybna waa dhiman yihiin in la dhameystiraan qasanayna wax kala soo haray waxay tahay dadkan waxay u dhinteen araad iyo ooj iyo oon iyo gaajo muxuu ahaay dhibaatooyinka ugu weyn waxay tahay saakay magaalada marka ay joogtaa halka ay ugu yeelo oo halaysan yahay meelo badan oo laga duulin lahayn moota laga adeegsadaa waxyaalaha isku soo qaadnay isku soo qaad waxay ahayd in laga caawiyo dhinacyada biyaha oo kaleentood iyo muxuu ahaay cadawgan sida looga duqaadi lahay waxa kale oo jirto dadku shaki kala qabaan si ay shaki uga baxaan oo loo helo hay'adaha amniga ay si toos u shaqeeyaan qof taleefan lagu handaday iyo qof idoo lala jooga la handaday u badnaayeen abaabulkii badnaay kadib waxaan ku guuleysanay saaki deegaanadan in ay diyaar u yihiin in ay calawgan iska duqaadaan deegaankoodana difaacaan wadana gudoomiye iyo talay ku soo dhawaada wixii aan maaratay ka tagaan idinka u dhameystiri doontiin waana mahadsantiin salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ku hadlayo deegaanka cadaanka iyo fukoor qolada kala duwan ee la macaawisnay ee odayaasha dhaqanka bulshadan waxay u baahan tahay
caawinaad waxaa kor saaran cadow waxaa ka jirto biyo la'aan waa degmo deegaan ninka la yiraahdo u abaabulan inuu iska kor qaado cadowga kor saaran mudane gudoomi yaantadan waxaan ugu badatay dadku ugu sawir berigaas waxaana la jira gudoomiyaha iyo gobolka maanta waxaan filaa inaan ugu sawir ka baxno maanta labti ugu dambeysa unan ku joogo gudoomiye kusoo dhawow deegaankaaga caddaan lahay gudoomiye kusoo dhawow bulshadaadii u diyaara inay la deerarto qawaarista gudoomiye kusoo dhawow bulshadaadii oo ka cabanayso biyo la'aan waxaan islaaha beriga ka bacdi degmada ninka le deegaanka gudoomiye eriya u yimiday waxay ka cabahaysa waa ka baxa ugu sawirta waa ka baxday inay dagaalantay diyaar u tahay inay cadowga iska dulqaaday diyaar u tahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.